لكن هل ده بيحصل طباعا ولا لا؟ دكتور جمال مصطفى، اولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين والمستمعين. خلينا نبدا بما يجري في الاسود كوبري قصر النيل، ما الذي يتم؟ هل بالفعل في ترميم، في تشويه ام تشويه؟ هل احنا بنتكلم على اجراءات علميه؟ هل احنا بنعمل صيانه لاول مره ولا عاده بنعمل صيانه عشان نحافظ على الاسود؟ اسمح لي الاول اشكر حضرتك على المقدمه الدقيقه جدا التاريخيه اللي حضرتك سردتها واللي وضحت وضع الاسود منذ ان تم وضعهم على كوبري الكديوي اسماعيل. وطبعا هضيف لحضرتك معلومه وللساده المستمعين ان هو الاربع اسود دول لما كلف بيهم هنري الفريد جاكمار كان الغرض الاساسي منهم ان هم يكونوا حراس لتمثال ابراهيم باشا اللي هو ابراهيم محمد علي باشا اللي في ميدان المنشيه في اسكندريه، ولكن نقلوا للقاهره ووضعوا على مداخل ومخارج الكوبري. طبعا وضعهم في التوقيت اللي وضعوا فيه كان فيه حمايه دقيقه جدا، كانوا محطوطين على قواعد من الجرانيت من ثلاث طبقات، وكان ارتفاعهم بيحميها من الماره، من الماره اللي كانوا على الكباري قدامنا المشهد وستك بتتكلم اهو اللي هو 1933 وهم فوق على ثلاث قطع رخام. اتفضل يا فندم. ده حقيقي، وكان اللي بيستخدم الكوبري كان الماره على اقدامهم او بالدواب، صح؟ ما كانش في اي بلوشنز او اي تاثير سيء على التماثيل. مع الاتساع بتاع الكوبري والاضافات اللي تمت وحركه السير اللي زادت جدا في القاهره، حصل كثير من الاضرار للتماثيل. المجلس الاعلى للاثار تولى ترميم ببروتوكول تعاون مع محافظه القاهره منذ زمن بعيد، نتيجه لان كان قبل تولي المجلس الاعلى للاثار كان في احد الشركات كانت عملت اخطاء في احد التماثيل وتم ايقاف الاعمال، واسندت الاعمال من التاريخ ده للمجلس الاعلى للاثار، وكل سنه بتتم اعمال الصيانه الدوريه اللي بتتمثل في تنظيف وتجفيف، تنظيف بالصابون المتعادل وتجفيف ووضع طبقه شفافه للحمايه. دكتور جمال، بنعمل حضرتك بتقول ان احنا كل سنه بنعمل ده ولا كل عده سنوات؟ لا، كل سنه بيتم سنويا، ولكن طب اشمعنى السنه دي اللي حصل الهوجه دي؟ ده كمان هضيف لحضرتك ان الهوجه اللي موجوده على وسائل التواصل اغلب الصور بتاعتها بتاعت سنه 2021 مش حاليا. وكان في التوقيت ده بيحتفى بالاعمال الترميم، فالناس اخذت الصور القديمه ونزلتها على وحصل فيها شويه اضافات على الصور عشان يغمقوا لون التماثيل، لكن اللي احنا بناكده من المجلس الاعلى للاثار انه ما حصلش اضافه اي الوان ولم يتم التعامل مع اصل التمثال، ولكن كل اللي تم هو اعمال تنظيف وحمايه فقط، وبتتم الصيانه دي الدوريه من خلال المجلس الاعلى للاثار من خلال مرممين متخصصين في الميتال. وطبعا ده مش جديد، ده كل سنه بيتم. الجديد اللي حاصل ايه؟ انه في تشويه دائم حوالي مجموعه من الجهات اللي بتعمل تكتلات على الميديا وتقول اخبار غير صحيحه، احنا دورنا ان احنا نوضح ده، ومن خلال برنامج حضرتك طبعا برنامج مشاهدته كبيره جدا على مستوى العالم العربي ومستوى مصر، فاحنا بناكد من خلال برنامج حضرتك ان كل الاعمال اللي تمت موثقه سواء قبل الاعمال او اثناءها او بعدها، وكل الماتيريال المستخدمه موجوده وموجود اسمائها علميا، واحنا كمان عندنا استعداد ان احنا نستقبل اي متخصص يحب يشوف الاعمال من قبل واثناء الترميم، وكمان المكان مفتوح يقدر يشوف حاليا. وحضرتك اكدت ان احنا كان في مؤتمر صحفي للامين العام للمجلس الاعلى للاثار النهارده الظهر، وكمان كان في تصريح من معالي وزير السياحه والاثار، واحنا بناكد من خلال برنامج حضرتك ومن خلال القنوات المصريه الحريصه على تقديم المعلومات الصحيحه. اما التدقيق في الامور الفنيه فاحنا على استعداد باستضافه اي حد، وكل مصري غيور على بلده، احنا بنستضيفه ونوضح الامور بالكامل في المجلس الاعلى للاثار. طيب دكتور جمال، هل استخدمنا اي مواد، اي اضافات، اي طلاق، اي شيء؟ لان قال لك استخدموا ورنيش، قالوا استخدموا ورنيش ورنيش، هل ده حصل يا فندم؟ هم قالوا حاجات كتير قوي، كل واحد بيقول
حاجات غير منطقيه. يعني في بعض الناس بتقول استخدموا رولا. هي الرولا بتنفع على سطح عليها حفر، الرولا بتبقى في المساحات المفتوحه، ازاي هيستخدمها؟ وبعدين احنا ما بنستخدمش غير الفرش. وبعدين بيقولوا اضافوا الوان سودا، طب ما هو التمثال موجود ويقدر اي حد يشوفه بالعين المجرده. نعم. وده مش متخبي، ده احنا العمل قدام الناس. نعم. اي اضافات تمت لن تتعدى الا الماده الشفافه للحمايه فقط. ودي ماده مسموح بيها ومعروفه ومدونه عندنا وما فيهاش اي مشاكل. هناك فرق بين اعمال الترميم وبين اعمال الصيانه. اعمال الصيانه لا تتعدى ازاله الاتربه والتنظيف واضافه ماده للحمايه. هل الماده دي يا دكتور جمال مديه اللي هو اللون اللي زي ما بقول كده بتدي بريق اللمعه اللي موجوده ديت اللي انا شايفها قدامي؟ اللمعه دي عشان خاطر هي كانت لسه معموله وانعكاس الشمس عليها هو اللي عمل كده، لكن لو شفتها حضرتك النهارده مش هتلاقي اللمعه دي. والكلام ده اصلا يعني كلام ما هوش علمي، لانه احنا ما ضفناش اي الوان، دي ماده شفافه للحمايه، مش ماده ذات لون يعني، او ماده زيتيه زي ما بيقولوا. الكلام ده غير عاري تماما من الصحه، وكل اللي تم هو اعمال صيانه التدخل فيها معروف ومحسوب وموثق من قبل المجلس الاعلى للاثار، وما عندناش اي مخالفات ومش مسموح باي مخالفه في التعامل مع التراث وجه عام. طيب دكتور جمال، احنا عملنا نقدر نقول كده ما اعرفش ايه اللي عمليه الترميم باستخدام الطرق العلميه من خلال متخصصين، من خلال لجنه علميه بتتكلم باجراءات حقيقيه دقيقه علميه واضحه اللي هي بتتعمل كل مرة، ولا المرة دي غيرنا اللي بينفذ النهاردة مختلف عن ينفذ كل مرة؟ المجلس الأعلى للآثار واحد، والقيادات اللي موجودة في المجلس الأعلى للآثار بتتبع القوانين والمواثيق الدولية المتعامل بها، وفي أجهزة سواء من الحكومة أو من المجلس الأعلى للآثار أو من المؤسسات الدولية الموجودة في مصر بتراقب كل الأعمال اللي احنا بنتابعها، واحنا عارفين ده كويس، ومفيش اي خطا تم، ولو في اي تجاوز احنا بسرعه بنقدر نتدخل وبنكشفه وبنحاول نعالجه لو حدث، لان احنا مش مسموح عندنا الخطا. الخطا ده يعني بيبقى بعيد جدا جدا، لان الامور بتاعه التعامل مع الاثار بتكون مدروسه، والمواد الخام المستخدمه بتكون مختاره بعنايه، والفنيين اللي بيشتغلوا سواء كانوا مرممين او مساعدين أو أساتذة من الجامعة اللي بيشرفوا على الأعمال أو أساتذة من المجلس الأعلى للآثار الحاصلين على درجات علمية متخصصة في المجالات المختلفة للترميم، كل ده بيبقى عينه على العمل، فما فيش مجال للخطأ. أما الاجتهاد والخوف والحب الزائد للتراث المصري فإحنا بنرحب بيه وما عندناش مشكلة، وبنرحب بأي حد حابب يطلع من المتخصصين على كل اللي تم. واحنا عندنا تعاون مع كل الجهات، بل بالعكس المجلس الاعلى للاثار مليء بالكوادر الجامعيه اللي بتعمل معانا في كل اللجان، فاحنا مش منغلقين. المجلس عنده قيادات واعده من الشباب ومن الكبار في الخبرات، وعندنا جيل من الحاصلين على الدرجات العلميه من الجامعات المصريه والدوليه، فاحنا مؤسسه علميه دقيقه حريصه على التراث، غير مسموح فيها بالخطا. في بعض الناس، وانا بنقل لحضرتك ايضا كلام الناس عشان حضرتك ترد عليه بشكل واضح، انه بعض الاصوات قالوا انه لا تحتاج هذه الاسود الى ترميم او صيانه، لانه الا لو حصل لها كسر او ما شابه ذلك، وان هي لا تحتاج لهذا الامر. حضرتك بتقول لهم ايه يا فندم؟ قال مش محتاجه صيانه ولا ترميم، سيبوها كده بالتراب اللي عليها، ما تسيبوها. هو انتوا بتعملوا كده ترميم ليه؟ هو طبعا اللي بيقول الكلام ده اكيد 100% ما هوش متخصص، بيقول رايه ورايه يحترم، لكن علميا الكلام ده مش مظبوط، لابد من التدخل، لان التكلسات لما بتزيد عن حدها بيحصل مشاكل للماتيريال نفسها، الماده البرونز نفسها، فلازم يكون في صيانه دائمه، ولازم بنشوف طبيعه المكان، لو في حصل اي مشاكل بنتدخل بالترميم، انما طالما في صيانه مستمره ودوريه ما بيحصلش اي مشاكل بالنسبه للماتيريال اللي هي المعمول منها التمثال. طبعا التمثال معمول على غرار التماثيل الموجوده في اوروبا، لكن طبيعه الجو في اوروبا بتختلف تماما عن طبيعه الجو في مصر هنا، فلكن احنا من خلال المتخصصين بتوعنا بنقدر
نخلي التمثال يبقى متعايش مع الطبيعه بتاعت مصر، وبنحاول من فتره لاخرى نعمل صيانات وبروتكشن للماتيريال الموجوده فيه عشان ما يحصلش فيه اي تلف. طيب دكتور جمال، بشكل واضح هل الاسود اثار ولا مش اثار؟ وليه لم يتم تسجيلهم واحنا بنتكلم لو اكتر من 100 سنه تسجيلهم كاثار او ضمن الاثار، ولا موجودين ولا مش موجودين؟ وانا بس عايز اوضح فضل. الفكره بتاعت اثار او غير اثار. احنا مؤسسه منوط بنا حمايه التراث. سواء كان التراث اثار فده له قانون وله تعامل، وده احنا مسؤولين عنه، واحنا جهه الولايه فيه ومسؤولين عن كل كبيره وصغيره فيه. كويس. اما كل وزارات الدوله بل بعض الاشخاص لديهم تراث، فاحنا بنتدخل بمساعدتهم في الحمايه على التراث ده. هنلاقي فيه تراث في وزاره الزراعه، هنلاقي فيه تراث في وزاره التعليم، هنلاقي وزاره الثقافه، وزاره الاوقاف، كل الوزارات عندها تراث. احنا كمجلس اعلى الاثار بنتعاون معاهم وبنحافظ على هذا التراث وهو مسجل عندنا. الفرق ما بين التراث وبين الاثار ان انا الاثار انا كمجلس اعلى الاثار مسؤول عنها مسؤوليه كامله وانا اللي بصرف عليه. اما الجهات الاخرى فهي مسؤوله عن الصرف عليه. احنا بنحاول نساعد بخبراتنا في مجال الترميم والصيانه، فاحنا مهتمين بالتراث بكل انواعه وبالاثار في الدرجه الاولى باعتبارنا احنا جهه الولايه. لكن ليسوا ضمن غير مسجلين كاثار. لا، غير مسجلين في اعداد الاثار الاسلاميه والقبطيه، لكن احنا منوط بنا تقديم الصيانه الدائمه ليها. وطبعا هي كانت عرضت في وقت سابق للتسجيل، ولكن اللجنه الدائمه ارجأت التسجيل لبعض الضوابط، واحنا هنعيد عرض تاني ان شاء الله قريب على اللجنه الدائمه للتسجيل باذن الله. يعني ممكن يتسجلوا الفتره الجايه باذن الله لما نخلص من الضوابط اللي اللجنه الدائمه طلبتها مننا. هي طبعا ضوابط اساسيه. عباره عن ايه الضوابط اللي بتعملوها دلوقتي؟ هنحافظ عليها ازاي بعد التسجيل، لان مكانها مرتفع فلازم يكون في مشروع للحمايه. واحنا بنعمل دلوقتي دراساتنا، وان شاء الله الى ان يتم البدء في موضوع التسجيل فيها او في بعض الاماكن الاخرى، احنا مستمرين في دعم محافظه القاهره والتعامل العلمي مع التماثيل ومع التماثيل المختلفه. وعلى فكره احنا خلصنا كل التماثيل، بس احنا انا هرجع اتكلم على التماثيل، ولكن عايز اخلص قصر النيل وبعدين ارجع لباقي التماثيل. حضرتك بتقول لي انه هل ممكن الاسود دول نرجعهم لمكانهم الاولاني الاصلي اللي هو الاعلى اللي فوق؟ كل أعلى شيء ممكن. ممكن يعني في مجال التعامل مع الاثر ومع التراث احنا عندنا قدره على التعامل معاه، وعندنا يعني ممكن نرجعهم للمكان الاعلى المرتفع. ممكن جدا، وكان في اقتراحات زي مكانه اهو قدامنا، مكان اللي هو سنه 1933 ولا حد يقدر يوصل لهم. اتفضل يا فندم. بس في دراسات بتتم طبعا عشان الوضع اختلف عن زمان، فمجرد ما ننتهي من الدراسات بنعيد عرض تاني وبنقدم المقترحات الحمايه اللي احنا بنشوفها بالنسبه للتماثيل. طيب دكتور جمال، مره تانية انه لم يتم مخالفه الحقائق العلميه في عمليات الصيانه او الترميم للاسود الاربعه او غيرهم؟ لم أأكد أيوة. على حضرتك انه لم يتم اي تجاوز في التعامل مع التماثيل، وغير مسموح بالتجاوز، واحنا بنتابع ده بكل دقه سواء من داخل المجلس او من قيادات المسؤوله الاداره المركزيه للترميم الدقيق او ما يعلوها من القيادات الى ان نصل لمعالي الوزير، والامور محسومه وما فيهاش اي جدل. كل ما تم هو علمي، وعندنا استعداد باستقبال اي مسؤول او اي متخصص نشرح له كل اللي تم علشان يطمئن. لكن انا بطمن العامه اللي مش متخصصين من خلال برنامج حضرتك ان المجلس الاعلى للاثار هو منوط بحمايه الاثار وحمايه التراث، واحنا قائمين ومش اقل من كل اللي بيحبوا البلد. احنا كمان بنحب بلدنا وبنحب مجالنا وما بنقصرش في اداء وظيفتنا ليل او نهار. طيب دكتور جمال، فيما يتعلق مثلا لو بتكلم على تماثيل طلعت حرب، مصطفى كامل، ان نجيب محفوظ، يعني نجيب محفوظ، ماذا عن ايضا هذه التماثيل؟
احنا اغلب التماسيح في القاهره احنا بنتعامل معاها، لكن الحاجه الوحيده اللي اول ما يشوفوا عليها سقالات تماثيل قصر النيل الدنيا بتختلف شويه، لكن احنا انهينا التعامل مع اغلب التماثيل منها سعد زغلول وارتفاعه عالي جدا وانهيناه النهارده ومفيش اي حد قال اي جمله، لكن الجزء الخاص ب قصر النيل شويه حساس عند كل المصريين لانه له عند كل مصري حاجه داخليه صح. بيعشق فيها كوبري قصر النيل فبيبقى خايف عليه واحنا مقدرين ده تماما. يعني حضرتك بتقولي خلصتوا باقي التماثيل عددهم قد ايه؟ هو احنا بنشتغل مجموعات، احنا المنطقه الغربيه انهينا كل اعمالها وهنبدا في الوسط وشرق ان شاء الله. طيب حضرتك بتقولي ان انا يعني مش بتكلم على القاهره، بتكلم حتى في اي محافظه من المحافظات فيها تماثيل موجوده للناس يعني كآثار او كأثر بنحافظ عليه بتقوم بهذه الاجراءات صيانه زيها زي تماثيل قصر النيل او زي اسود قصر النيل. ده حقيقي، احنا في تماثيل بتبقى تابعه لمؤسسات وبتكلفنا، يعني مثلا تمثال سيمون بوليفار احنا كلفنا من السفاره ان احنا نرممه على نفقتهم واحنا الفنيين بتوعنا رمموه خلص ومحدش جاب سيرته والتمثال موجود وحالته كويسه جدا، وبقيه التماثيل الموجوده في القاهره اللي احنا اشتغلنا فيها كمجلس على الاثار حالتها كويسه جدا على اختلاف الماتيريال بتاعتها لان احنا عندنا متخصصين في كل حاجه، في متخصصين في الماتيريال الميتال وفي الحجر وفي الرخام، فالمتخصصين كل واحد بيقدم خططه في العمل وبيقدم توثيق للاعمال اللي بيعملها سواء قبل او اثناء او بعد في كل الجهات اللي احنا بنتعامل معاها. هل دكتور جمال بتنسقوا مع نقابة التشكيلين؟ اللي شفت لهم بيان امبارح، بيان يعني بيتكلموا فيه رافضين الاجراءات اللي تمت بالنسبه للاسود، هل تواصلتوا معاهم؟ اتكلمتوا معاهم؟ في حد منهم بيبقى موجود معاكم في هذه الاعمال ولا لا؟ الحقيقه الزملاء من قطاع الفنون التشكيليه وعلى راسهم الدكتور وليد النوش دول اصدقائي وفي بينا تعامل دائم سواء في البينتنج او في التماثيل او في اي حاجه تخص الفن التشكيلي. كمان النقابه الدكتور طارق هو صديق وعزيز وانا تواصلت معاه امبارح وسمعت منه كل الافكار وهو اكد ان هو كان في بعض التشكيليين مستائين من ان هم شافوا، قلت له طبعا ما ينفعش يشوف بالليل التماثيل موجوده في النهار، يقدر يشوف في وجود المرممين ويسال الاسئله اللي هو عايزها واحنا متواجدين طول النهار والرئيس الاداره المركزيه كانت موجوده النهارده طول اليوم على اساس كل الصحفيين وكل المتخصصين اللي عايز يسال عن اي حاجه على الطبيعه كنا موجودين لحد الساعه 3 ومحدش مشي والتماثيل لسه ما زالت موجوده والسقالات موجوده وعندنا استعداد نستقبل اي حد. ده بالعكس ده بيأكد ان احنا عندنا شفافية وان احنا بنشتغل صح وما عندناش اي تخوف من اي حاجة، ولو اي حد عنده قدرة على ان يضيف للعمل بتاعنا احنا بنرحب بيه. طب هم قالوا في بيان انه تم طمس اللون البرونز في البيان الصادر الرسمي عن النقابة. هو اصلا البرونز ده ماتيريال مش لون. البرونز ده مادة. ازاي هنطمسه؟ هو اللون بتاعه موجود. هو بس كل القصة ان اللي صور الصوره صورها في عكس اتجاه الشمس بشكل مش كويس فاللون لون بقى غامق، وفي الحاله دي هو بيعتقد ان احنا حاطين الوان، مفيش اي الوان اضيفت، كل اللي حصل نظافه. ولو حضرتك شفت الصور اللي موجوده للاسف بعض المواقع بتتداول صور قديمه اهو. التشكيليين تحذر من طلاق اسود قصر النيل بالرولا والورنيش، افقد التماثيل قيمتها واضاع شموخها. الرولة تنفع ازاي مع جسم منحوت؟ الرولة مع المساحات المسطحة. يعني لو كنا حتى الناس بتوعنا مبتدئين مش هيعمل كده. يعني الفرق بين الرولة والفرشة ايه؟ فهو اللي قال المعلومة دي حد ما شافش اصلا. وبيقول وخلاص. الحاجة الثانية الوان ايه اللي هتتضاف؟ احنا بنعمل صيانة مش بنرمم. وحتى لو بنرمم ما بنضيفش الوان، ما فيش اضافه الوان نهائيا مع البرونز، كل التعامل مع البرونز معروف علميا والماتيريال او المواد اللي بتضاف معروفه علميا ومراحل العمل احنا بنكرر تاني مرصوده قبل واثناء وبعد، لو
انا تواصلت طبعا مع رئيس النقابه، وانا ان شاء هو صديق عزيز وكان في بيننا شغل كتير، لكن ان شاء الله قريب جدا انا بنفسي هروح النقابه، وان شاء الله لو في اي تعاون مع المتخصصين في النقابه اهلا وسهلا بي. احنا معالي الوزير مأكد علينا التعاون مع دكتور جمال، ما تشاركوهم يعني، ما تخلوا برضه يبقوا موجودين معاكم، يبقوا ليهم يعني، ما هو دول برضه يعني اكيد اكيد. انا طبعا لا اشكك في اي شيء، ولكن زي ما بقول كده انه لم يبقى في عين اخرى، ناس تانيين فنانين تشكيليين معروفين من طبعا ولهم تقدير كبير جدا يبقوا موجودين معانا، يعني كله في الاخر بنعمل حاجه لمصر يعني. ده اللي احنا اكدنا عليه النهارده مع رئيس النقابه، وان احنا ان شاء الله خلال الاسبوع القادم هيكون في تنسيق مع النقابه، ومش مع النقابه بس، احنا بننسق مع قطاع الفنون التشكيليه مع الدكتور وليد انوس. نعم. وفي عمل كبير ما بيننا وبينهم، فاحنا ما عندناش اي مشكله مع اي متخصص، سواء كان في المجال الهندسي، في المجال الفني، في مجال التصنيع، اي متخصص يقدر يساهم معانا في حمايه التراث احنا بنرحب بيه، بل بالعكس احنا كلنا فريق واحد، ما عندناش اي مشكله. طيب خلينا قبل ما، وانا كل التحيه مره ثانيه لسيادتك، ولكن لانه كمان الاسبوع اللي فات قعدنا برضو كام يوم كده في موضوع المقابر والاثار والامام الشافعي والاجراءات اللي بتتم، ماذا عن الاثار الاسلاميه اللي بيتم فيها انه في محاور مروريه بتتعمل هناك، او في حاجات بتتعمل في هذه المناطق وبالتالي بنشيل كل الحاجات ديت؟ الحقيقه ان احنا المحور الوحيد هو اللي بيتم حاليا هو المحور صلاح سالم، لان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في ميدان السيده عائشه، وفي مشروع كبير حاليا بيدرس وبيشارك معانا كل الجهات في الدوله في المنطقه المحصوره من ميدان السيده عائشه حتى ميدان السلطان حسن. هيتزال الكوبري السيده عائشه هيتشال، والكوبري هيتشال، فعشان كده المنطقه بتاعه القلعه وما حولها هتبقى هي المدخل الرئيسي للقاهرة التاريخية، وهتبقى بلازا ضخمة جدا، هيبقى فيها مواقف سيارات ومواقف للعربيات والمشاة، وهننتقل من عند ميدان السيدة عائشة لحد السلطان حسن مشيا على الأقدام، في كل الفنون المصرية هتبقى موجودة، كشك المحمل بالمهرجانات التقليدية والتراثية، عندنا عمل ضخم جدا جدا احنا شغالين فيه، فلا بد من تحويل مسار صلاح سالم عشان المرور ما يتعطلش، وعشان المنطقه دي تبقى منطقه تاريخيه فعلا وفقا للقوانين الدوليه لانها جزء من القاهره التاريخيه. ده بيستدعي ان احنا في شارع تم رصده، والرصد الشارع ده تعارض معاه حوالي 10 مقابر تاريخيه. المقابر دي اللي صدر قرار فخامه الرئيس بانشاء متحف الخالدين، وده بيبنى حاليا وفي المراحل النهائيه بتاعته، ان العشرة دول او اي شخصيه تاريخيه كانت مؤثره موجوده في المسار هينقل التراكيب بتاعتها لمقبره، وهتبقى بتعرض كانه في متحف بيعرض تاريخ الشخص ده بطريقه يعني فخمه جدا تليق بكل الاسماء الموجوده. اما الرفات فهي الرفات اهالي هذه المقابر اخذوا الرفات بتاعتهم، وفي بعض الاهالي طلبوا كمان التراكيب واخذوها للمقابر بتاعتهم اللي هم اخذوها فيها، فاحنا ما بقاش عندنا في اللي موجود عادات اللي هي الناس بتتكلم عنها. طبعا المكان ده في غرقان بالمياه الجوفيه، واغلب الناس اللي عندها مقابر هناك تعرف المعلومه دي، وبطلوا هم من نفسهم ان هم يدفنوا في المكان ده، فالشارع اللي هو حاليا احنا شغالين فيه بنشتغل فيه ببطء شديد جدا، وكل المقابر ذات القيمه التاريخيه رصدت مع ما بين جهاز التنسيق الحضاري ووزاره السياحه والاثار ممثله في المجلس العام للاثار ووزاره الاوقاف ومجموعه من الوزارات الاخرى ومحافظه القاهره، واحنا بنشتغل بقالنا اكثر من 6 شهور. اللي عمل المشكله دي كلها كان خطا في التنفيذ في احدى المقابر لمستولده محمد علي، وهي دي اللي اثارت الضجه عند الناس، لكن احنا شغالين معاها. هل توقف الهدم في هذه المقبره ولا لا؟ كل اتعدل المسار ومفيش هدم اي مباني تراثيه، وكل المجلس الاعلى للاثار لو في اي مبنى تراثي في المسار
اللي هيتولى الفك والإشراف على الفك المجلس الأعلى للآثار قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بشركات متخصصة في أعمال الفك وعلى نفقة محافظة القاهرة. طيب دكتور جمال، كلام مهم وأنا بحيي سيادتك مرة تانية عشان كمان نطمن الناس. لما حضراتكم كمسؤولين كمعنيين بهذا الأمر الحفاظ على، بنتكلم على آثار تاريخية، بنتكلم على مقابر تاريخية، بنتكلم على أثر أو بنتكلم على أي شيء، ناس بتبقى حريصة على هذا الأمر، ليه ما نبقاش موجودين في وقت عملية تنفيذ أو إزالة أو هدم عشان لا يقع هذا الخطأ وبالتالي يتم الترويج إنه الدولة بتشيل الحاجات التاريخية، بتشيل المقابر التاريخية، بتشيل الحاجات العظيمة، ليه يا فندم؟ هقول لحضرتك في حاجة أساسية هي صاحب المقبرة. الأسرة صاحبة المقبرة. احنا ما نقدرش، ده مش مال مشاع يعني. لا، ده في كل مقبره ليها اسره وليها رفات وليها احترام لقدسيه الميت. فاحنا التعامل بيكون من اداره الجبانات مع الشخصيات دي قبل ما نبدا نقول مين اللي هيتفك. بيتحصر الناس وبيختاروا، وغالبيه اللي بيختاروا بيرحبوا وبياخدوا مقابر بتماثل نفس المساحه اللي هو كان موجود فيها. وطبعا بيبعد بعيد عن المشاكل بتاعت المياه الجوفيه، وبيروح في اماكن القريبه. فبيرحب الاسره، بترحب. الجزء المتبقي هو ان بينقل رفاته، بيبقى خلاص هو وجوده اصبح مش موجود في المكان. فاحنا بنتعامل مع العناصر الزخرفيه الموجوده. كان لحد فتره سابقه كان في بعض التجاوزات، لكن توجيهات فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ان كل الامور تتم بالتنسيق ما بين وزارة الاوقاف ومحافظة القاهرة والمجلس الاعلى للاثار وجهاز التنسيق الحضاري. الجهات دي كلها بتشتغل كلها مع بعضها مع ملاك هذه العقارات والعقار ملاك هذه المقابر. وملاك المقابر لهم كل مطلق الحرية، هل هو هيوافق على ان احنا ناخد التراكيب ونعرضها في مقابر الخالدين ولا هو بيحتفظ بيها؟ احنا عيلتين يعني عيله ثابت اصروا على ان هم ياخدوا التراكيب بتاعتهم للمقابر بتاعتهم. محمود سامي البارودي اصروا ان هم ياخدوا التراكيب بتاعتهم في المقابر بتاعتهم. وده طبعا لهم مطلق الحريه. اللي باقي الفلكي، والفلكي ما كانش له للاسف اقارب لحد وقت قريب جدا. والمجلس الاعلى للاثار تولى فك التركيبه ونقلها. مين تاني كمان نقلنا مين كمان؟ واحنا شغالين على راتب باشا. احنا المجلس الاعلى للاثار تقريبا نقل حوالي 15 تركيبه هتنقل لمقابر الخالدين فور الانتهاء منها، وهي محفوظه في مخازن المجلس الاعلى للاثار وتفكت بطريقه علميه وبعلم اغلب الاسر الموجوده. طيب دكتور جمال، بنتكلم على متحف الخالدين يخلص امتى؟ يعني في خلال قد ايه قدامكم؟ هو طبعا المشكله في المكان. طبعا هو احنا اخترنا او القياده السياسيه اختارت المكان في نفس المنطقه. فبالتالي محتاج للتعامل مع التربه عشان المياه الجوفيه الموجوده. ان شاء الله ان شاء الله يعني قريب جدا، هو العمل شغال بقاله مده طويله. قريب جدا هنشوف تحفه معماريه وهنشوف تاريخ مصر بيقدم بطريقه محترمه وبشكل محترم. اللي كان عايز يروح يزور اي مكان من الاماكن اللي احنا بنتعامل معاها دلوقتي دي كان هيندم انه راح هناك وشاف الموقع وشاف التاثير بتاع المياه الجوفيه. انما لما تنقل عاملين حاجه تليق بتاريخ العظماء، حاجه يعني انا كنت اتمنى ان اوري لحضرتك ما كنت منها، لكن حاجه فخمه جدا تليق جدا باسماء الناس المؤثرين في التاريخ المصري. دكتور جمال مصطفى، اولا كل التحيه لحضرتك وبشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، هذا التوضيح المهم.